بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك اللي بعدين اللوجن سكريبت. يعني ايه لوجن سكريبت؟ عايزه دلوقتي ان انا اطبق سكريبت على سبيل المثال يتطبق على مستوى كل اليوزر اللي تبع الدومين، تمام؟ اشهر لوجن سكريبت عاده احنا بنطبقه بتاع الماب نتورك درايف. بتاع مين؟ الماب نتورك درايف. يعني على سبيل المثال لو جيت اشوف ديسك كمبيوتر دلوقتي كده تحت السي على سبيل المثال، هنلاقي في عندي هنا مثلا فولدر متشير اسمه ايه؟ ديسك توب. تعالوا نشوف كده الشير نيم بتاعه. شيرنج، ادي الشير نيم بتاعه كوبي، تمام. عايز احط المسار ده اساسا في سكريبت فايل بحيث ان هو يصير عندي كانه بارتيشن على كل الاجهزه بتاعت اليوزرز. احنا عملنا الكلام ده قبل كده، يعني لما جيت هنا تحت تولز ودخلت تحت اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، عملنا الكلام ده بس كان على مستوى كل يوزر على حده. يعني لو جيت هنا تحت سيلز يوزر تحت عبير، جيت هنا تحت بروفايل وكتبت له هنا اسم اللوجن سكريبت، بس طبعا السكريبت كان لازم احطه تحت مسار معين، صح؟ احنا قلنا قبل كده هنحطه تحت مين؟ السكريبت، المسار اللي هو سلاش باك سلاش باك سلاش بي سي على سكريبت، تمام؟ بس الفكره دلوقتي ان انا مش عايزه اطبق الكلام ده على مستوى كل يوزر لوحده، مش عايزه اطبق الكلام ده على مستوى ايه؟ كل يوزر لوحده. وعشان كده هجهز الكلام ده دلوقتي في سكريبت يتطبق على مستوى كل اليوزر في خطه واحده، كل اليوزر طبعا اللي تبع الاويو اللي انا هطبق عليها البوليسي دي، تمام؟ فنكريت هنا كده، سوري مش ده، نكريت كده ملف تكست ونكتب الامر بتاعنا نت يوز لو نفتكر، صح؟ انا عايزه دلوقتي الشيرد فولدر ده يظهر عند الناس بدرايف ليتر سي مثلا زد. مين هو المسار؟ المسار ده، تمام. اهم حاجه عندي في الملف بتاع السكريبت الاسم بتاعي، مش فارق اي حاجه، المهم عندي ان الامتداد لازم يكون بيت، لازم يكون ايه؟ بيت، تمام. عايزه بس اتست كده على السكريبتيه دي دبل كليك. لو انا جيت دلوقتي هنا على ذيس كمبيوتر فعلا ظهر عندي على السيرفر ده ولا لا؟ انا بس بتست عليها مش اكتر، لكن اكيد انا مش عايزه اطبقها على السيرفر، انا عايزه اطبقها على مستوى مين؟ اليوزرز، تمام. فهندخل دلوقتي تحت الجروب بوليسي مانجمنت كونسول، وتعالوا نكريت واحده جديده، كليك يمين واقول له كريت لاوبجكت ولينكو هنا اللي هو ماب نتورك درايف، تمام. لو جيت دلوقتي على ماب نتورك درايف اديت لي، تمام. انا عايزه دلوقتي اطبق السكريبتات دي، ممكن اطبقها على مستوى الكمبيوتر ككل، بس لو طبقتها على مستوى الكمبيوتر ككل هطبقها على في حالة فين 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 الستارت اب او الشت داون، لان جهاز الكمبيوتر مش بيعمل لوجن، اليوزر هو اللي بيعمل لوجن، امال جهاز الكمبيوتر بيعمل ايه؟ ستارت اب او شت داون. يعني مثلا ممكن اعمل سكريبتايه تعمل لي باك اب اول ما السيستم يو مثلا، تمام. طيب بالنسبه دلوقتي لليوزر، لو نزلت تحت بوليسز تحت ويندو سيتنجز، تمام. بالنسبه لليوزر لا انا بطبقها في حاله ايه؟ يا اما اللوجن يا اما اللوجو، تمام؟ لان اليوزر فعلا مش بيعمل ريستارت ولا شت داون ولا الكلام ده، اليوزر بيعمل ايه؟ لوجن ولوجوف، تمام؟ تعالوا نطبقها دلوقتي على مستوى اللوجن ولا لوجوف؟ اللوجن مثلا. دبل كليك، قال لي بقول لك ايه؟ السكريبتيه بتاعتي اد براوز، اوعى تيجي هنا وتختار السي، لازم السكريبتيه تكون في المسار الطويل اللي فوق ده، تمام؟ طب هي مش موجوده عندي، بسيطه قوي، هاجي هنا اقول له شو فايلز واخد السكريبتيه اللي انا جهزتها عندي على الديسك توب كوبي واقول له هنا شو فايلز واحطها هنا بيست. قلنا تاني لازم تكون في المسار اللي فوق ده، تمام. طيب المره دي بقى لو قلت له اد براوز ظهرت عندي السكريبتيه ولا لا؟ اوبن ابلاي. لو جيت دلوقتي هنا على الجهاز بتاع كلاينت جي بي ابديت على فورس، طيب هو طالب برضه نفس الكلام لوج اوت ولوجن، تمام.
بعد ما دخل كده ظهر ولا لا؟ صح؟ تمام. كده انا طبقت السكريبتيه بتاعتي في حاله اللوجين. تمام. طيب الامر بتاع النت يوز امر بسيط، في سكريبتات بتبقى كومبليكيتد قوي، عشان كده ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 وجبوا معايا في حركه جامده قوي. ايه هي؟ ظهر فيتشر كده اسمه بريفرنس. ظهر فيتشر اسمه ايه؟ بريفرنس. انا هاجي بس دلوقتي كده على الجهاز بتاع التن ده، هعمل له ديسكونكت. وبالمناسبه صحيح، لو عملت لوج اوت دلوقتي وجيت ادخل تاني هيصر الماك نتورك درايف تاني، لان السكريبت دي كده كده كل ما يجي لوجن هتطبق عليه. تمام. لا انا هدلت السكريبتيه خالص بقى. هاجي دلوقتي على الجهاز بتاع الكمبيوتر تاني كده تحت ويندوز سيتنج تحت لوجن، وهدلت ريموف للسكريبتيه. تمام. ليه؟ قال لك زي ما قلت لكم ابتداء من ويندوز سيرفر 2008 ظهر عندي فيتشر اسمه بريفرنس. البريفرنس ده اختراع بصراحه. مثلا انا عايز اطبق دلوقتي ماب نتورك درايف، بسيطه قوي، نظام بقى جرافيك، نظام شغل جي او اي. تمام. هكليك هنا يمين واقول له ايه؟ نيو ماب درايف. تمام. انت عايزه تعملي ابديت ولا كريت؟ كريت. تمام. لمين بالظبط؟ قال لك اللوكيشن بتاعي اللي هو باك سلاش. هاخدها كوبي اسهل بدل ما اكتب حاجه غلط، اللي هو بتاع الديسكتوب ده. تمام. وممكن ان انا اديله ليبل هناك اسم يعني للشير ده، وهستخدم درايف لتر كام؟ سي مثلا زد. وممكن اقول له كمان يوز ذا فيرست افيلابل ليتر، يعني مثلا هناك كان مستخدم السي والدي، يبقى اول افيلابل ليتر الاي، يوصل هناك بالاي، اب تو يو. بس عاده في الماب نتورك درايف بنفضل نستخدم الدرايف ليترز من تحت. تمام. ممكن اقول له كمان ريكونكت، عشان لو حصل ديسكونكت للسيشن ولا حاجه يعمل له ريكونكت لوحده. تمام. ابلاي. اوكي. تعالوا نتست كده. لو جيت دلوقتي هنا الوج اوت وندخل تاني كده، تحت ذيس كمبيوتر ظهر ولا لا؟ نفس الكلام، لو انا قعدت اقول له ديسكونكت واعمل لوج اوت وادخل تاني برضو ايه؟ هتظهر تاني. تمام. الماب نتورك درايف فيها شويه حركات جامده قوي، او اسس البريفرنس فيها شويه حركات جامده قوي. زي ايه؟ مثلا على سبيل المثال دبل كليك، مش هو ده الشكل اللي احنا عن طريقه كريتنا اساسا الماب نتورك درايف؟ لو دخلت هنا تحت كومن، تمام، اقرا بقى كده شويه، ابلاي وانس اند دونت ري ابلاي، يبقى انا كده بطبق الكلام ده ايه؟ مره واحده بس، لكن مش هيظهر. لو اليوزر دلوقتي عمل له ديسكونكت يعني للماب نتورك درايف مش هيتطبق تاني مثلا. تمام. ستوب بروسيسنج ايتم ان ذا اكستنشن اف ان ايرور اوكير، مفيش دلوقتي كونكتيفيتي ما بين الكلاينت وما بين السيرفر، يبقى السكريبت دي مش هتطبق. تمام. فيها شويه اوبشنز حلوه، لكن فعلا فعلا اكتر واحده عجباني فيهم ايتم ليفل تارجتنج. ايه ايتم ليفل تارجتنج ده بقى؟ لو جيت اقول له تارجتنج انت عايز تعمل بوش للجروب بوينتس دي على انهي اجهزه؟ كل الاجهزه اللي تبع الدوين؟ لا، امال نيو ايتم اللي مثلا الديسك سبيس بتاعهم اقل من 500 ميجا مثلا. تمام. اللي الاوبريتنج سيستم بتاعهم، فين الاوبريتنج سيستم؟ اللي الاوبريتنج سيستم بتاعهم مثلا 7 بس، يبقى كل الاجهزه اللي تحت الاويو هنقي منها اجهزه معينه هي اللي هتطبق عليها الماب نتورك درايف بناء على اللي انت هتختاره هنا. اللي الرام بتاعهم 2 جيجا رام مثلا، ها ايه رايك؟ عجبتك؟ تمام. طيب اللي اليوزر لما يكون تبع جروب اللي هو السكيورتي جروب اللي هو كذا، تعالوا نشوف مثلا دلوقتي الاوبريتنج سيستم ويندوز ايه؟ ها؟ لا انا اقصد بفرجك على الاوبشن يعني يا صباح. تمام. في مشكله في الجزء ده؟ في شويه هنا حركات جامده قوي بصراحه. سي مثلا شورت كات، عايزه اثر دلوقتي شورت كات على الاجهزه بتاعه الموظفين، كليك يمين واقول له نيو شورت كات. انا عايزه اعمل ايه؟ اكريت. تمام. اسمي مثلا شورت كات ده بيشاور على ايه؟ ممكن اخليه يشاور على الموقع بتاع الشركه، يو ار ان يشاور على الموقع بتاع الشركه، فهسميه مثلا جوجل. تمام. انا عايزه اشاور اكريت لهم شورت كات فايل سيستم ولا يو ار ال؟ يو ار ال. احط اليو ار ال فين؟ على الديسك توب. تمام. مين هو دلوقتي التارجت؟ اتش تي بي نقطتين سلاش سلاش دب 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 دوت جوجل دوت كوم.
ابلاي اوكي. كان ممكن احط له هنا ايكون كمان بالمناسبه زي مثلا تعالوا نلعب فيها كده المنظر ده مثلا ابلاي اوكي. لو جيت دلوقتي هنا اساين اوت وادخل تاني المادة دي لو جيت اساين ان كده المفترض ان انا هلاقي دلوقتي على الديسك توب ايه الشورت كات اللي بيشاور على جوجل تمام. طب اليوزر لو جه مثلا استهبل وعمل له ديليت تمام مجرد حتى مش شرط حتى لو جيت دلوقتي قلت له هنا جي بي ابديت جي بي ابديت على فورس ظهر تاني اهو تمام. لكن لو انا جيت دلوقتي مش عايزه لوك اوت بقى كفايه. لكن لو انا جيت دلوقتي مثلا هنا دبل كليك وجيت على كومن وقلت له ابلاي وانس اند دونت ري ابلاي لو جيت دلته بقى دلوقتي كده وقلت له جيب ابديت تاني هيظهر؟ اه هيظهر. ليه؟ لان انا لسه مطبقه البوليس دي دلوقتي حالا فهتطبق كده انا كاني قايله له من دلوقتي اول مره ظهرت هي تمام. لكن لو جيت دلته تاني وجيت بعد كده قلت له جي بي ابديت على فرض كده اللي مش هتظهر تمام. نستنى كده لغايه ما يخلص ريفريش ما ظهرتش تمام. طيب ممكن اعطرها العب في الريجستر ممكن اعطرها العب في الفولدرز في الفايلز لو دخلت تحت كنترول بانل فيها شويه اوبشنز محترمه جدا برضو ممكن عن طريقها اشير برينتر لما ناخد البرينترز قدام باذن الله بدل ما اقعد الف على الاجهزه بتاعه الموظفين جهاز جهاز وصل البرينتر لا من هنا برضو ايه اشير البرينتر. في اي مشاكل كده في البريفرنس؟ طيب لو انا جيت دلوقتي تاني كده هنا على الجروب بوليسي تمام سي مثلا دلوقتي دخلت على ال دبليو ام اي فلتر. ايه ال دبليو ام اي فلتر ده؟ ها شفتها؟ ال دبليو ام اي فلتر، ايه ال دبليو ام اي فلتر ده؟ قال لك كان بيعمل لي نفس الاكشنز اللي احنا اتكلمنا عليها على الايتم تارجتنج من شويه. كان بيعمل لي نفس الاكشنز بتاعت مين؟ الايتم تارجتنج، يعني ممكن احدد اوبريتنج سيستم معين ينزل عليه او يطبق عليه البوليسي دي مثلا. تمام؟ بس المشكله في الدبليو ام اي فلتر اللي هي كومبليكيتد قوي. يعني تعالوا مثلا على سبيل المثال اوريكم اكزامبل كده. ده اكزامبل مثلا انا عملت سيرش عليها على النت تمام. لو انا اخدت ده كده كوبي وجيت اطبقه هنا في الدبليو ام اي فلتر هقول له هنا كليك يمين نيو اد تمام. انا كده بضيف هنا مش عايزه اتحط طيب امر الليل هاخد بس كده الاول الملف كله على بعضه كوبي احطه جوه المكنه تمام. تاني كده هاخد المسار ده كده كله كوبي واجي على دبليو ام اي فلتر كليك يمين نيو تمام وبضيف هنا كويري بضيف نظام ايه كويري. الكويري ده انا كده عايزه دلوقتي اطبق الجروب بوليس ده على مين؟ على الاجهزه بس اللي هي اكس بي سيرفيس باك 3 بس تمام. وبعد كده اجي على الجروب بوليس اللي انا انترستد فيه زي مثلا ديسك توب ده اكليك هنا يمين واقول له ايه او سوري اكليك عليه واقول له هنا ان انا عايز اطبق ال دبليو ام اي فلتر اللي انا كريته اللي اسمه نيو دبليو ام اي فلتر. انا ما كنتش عدلت اسم سموه الاسم اللي انت عايزه اللي هو ده تمام. فتاني هتيجي هنا بس كده تقول له ايه طبق لي الفلتر اللي هو ده. يبقى ده معناه ان البوليسي دي مش هتطبق الا بس على الاكس بي سيرفيس باك 3 نو يعني مش انترستد فيه تمام. فشفنا قد ايه هي كومبليكيتد يبقى البريفرنس افضل بكتير ولا لا
جنيه. ندخل بقى على سوفت وير ريستريكشنز. ايه السوفت وير ريستريكشنز دي؟ ده معناه ان انا مثلا عايزه اسمح لليوزر ان هو يشغل ابلكيشنز معينه وابلكيشنز ثانيه عايزه امنعه ان هو يشغلها، تمام؟ فهكريت له هنا اوبجكت اسميه مثلا سوفت وير ريستريكشنز، تمام؟ وان اديت فيه كده كليك يمين اديت. قبل ما اديت فيه لو انا جيت دلوقتي على المكنه بتاعت التن كليك يمين هنا ران وقلت له كلك على سبيل المثال، اتفتح فعلا الكالكوليتر ولا لا؟ طيب تعالوا نعمل حاجه ثانيه، نوت باد، فتح معايا النوت باد ولا لا؟ انا عايزه دلوقتي امنع اليوزر انه يفتح الكالكوليتر ويفتح النوت باد مثلا، تمام؟ نعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي دلوقتي على الجروب بوليسي اوبجكت اللي انا كريته تحت بوليسز، تحت ويندوز سيتنجز، هلاقي فيه هنا او تقريبا على مستوى الكمبيوتر سكيورتي، تمام؟ هنلاقي فيه هنا سوفت وير ريستريكشن بوليسي، تمام؟ لو انا جيت ادخل عليها كليك يمين واقول له نيو سوفت وير ريستريكشن بوليسي، تمام؟ لقيت في عندي سكيورتي ليفل ولقيت عندي اديشنال رولز، تمام؟ طب تعالوا نقلب فيهم بقى كده شويه. لو انا قلت له دلوقتي بالنسبه للسكيورتي ليفل دي مش حاجه انا قدت فيها، دي بوليسي بتطبقها عندي. عندي ثلاث انواع من الليفلز. اول حاجه ديس الاود، يبقى معنى كده ان اليوزر مش من حقه يشغل الابلكيشن ده، مش من حقه يشغل ايه؟ الابلكيشن ده. طب لو انا قلت له بيزك يوزر، بيزك يوزر على حسب اليوزر، لو اليوزر من حقه يفتح الابلكيشن هيفتحه، لو مش من حقه يفتح الابلكيشن مش هيفتحه. unrestricted من اسمها يبقى اليوزر من حقه يفتح الابلكيشن ده، تمام؟ فدي بوليسيز موجوده عندي انا عايزه اطبقها بقى على مين؟ هدخل على اديشنال رولز كليك يمين واقول له نيو باس رول، هقول له يا شباب نيو باس رول، تمام؟ مين هو المسار بتاع الابلكيشن اللي انت عايز تمنع اليوزرز ان هم يفتحوه؟ لازم تكتب المسار هنا زي نفس المسار بالظبط اللي على اجهزتهم. وعشان كده انا اتعمدت دلوقتي ان انا اتعامل مع ابلكيشن المسار بتاعه دايما عاده بيبقى تحت السيستم 32، يعني واضح او نفس المسار على الاجهزه كلها، تمام؟ لو انا جيت دلوقتي هنا تحت ران وقلت له سي مثلا، المسار بتاعي تحت السي، تحت ويندوز، تحت سيستم 32، تحت كالكوليتر، هو المسار ده. اتاكد ان المسار ده انت واخده منين؟ نفس المسار اللي على الاجهزه بتاعت اليوزرز. انت عايز تعمله ايه دلوقتي؟ ديس الاو ولا بيزك يوزر ولا انريستريكتد؟ ديس الاو صح؟ ابلاي كده اوكي، نتست ساين اوت. لو جيت ادخل تاني دلوقتي المفترض ان اليوزر اصلا لا هيعرف يفتح، مش هيعرف يفتح الكالكوليتر، انا ضفت واحده بس بتاعت مين؟ الكالكوليتر، تمام؟ لسه مش عادي، ايه المشكلة؟ لسه الجروب بوليسي ما سمعتش، نعمل لها لوج اوت تاني. انتوا مالكم اتخضيتوا ليه كده؟ قايلين قبل كده عادي جدا الجروب بوليسي مش شرط ان هي تسمع من اول مرة. ولو قلنا قبل كده عملية اللوجن لما بتطول ده بيبقى مؤشر كويس، صح؟ مش هنغير السيرفر يا باشمهندس؟ نغيرها عنين لسه برضه. اول اتاكد هنا فعلا ان انا عامله هنا البوليسي بتاعتي صح، تمام؟ وعاملين لها لينك تحت سيلز. يا واد خليك معايا انت وهو يا واد. ماشي نديله واحدة برضو جي بي ابديت، جي بي ابديت على فورس. Thank you.
احنا عاملينها على مستوى الكمبيوتر. صح صح. لوجين كده. عايز يا صلاح، عايز يا صلاح. قال لي ايه؟ كونتاكت يور سيستم ادمنستريتور. تمام؟ ايه؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للنيو باس رول. طب بالنسبه مثلا للنيو هاش رول، ايه النيو هاش رول ده بقى؟ انا ممكن دلوقتي مثلا امنع سكريبت معين انه يطبق على اليوزرز. تعالوا نعمل سكريبت كده مثلا، السكريبت ده هحط جواه ان اي يوزر مجرد ما يعمل لوجن على جهاز لوحده كده اساسا يتفتح النوت بيت لوحده مع نفسه. ماشي؟ كتست يعني، اكيد انا مش عايز اعمل كده يعني يا صلاح. تمام؟ نعمل كده السكريبتيه بتاعتي. سي مثلا السكريبتيه دي هسميها نوت بيت، وجواها برضه هكتب نوت بيت دوت اكس اي. تمام؟ اهم حاجه عندي الامتداد اخليه بيت. فتح معايا اهو. تمام؟ تعالوا بقى نطبق السكريبتيه دي. سي هطبقها على مستوى اللوجن واللوجوف. هطبقها في حاله اللوجن. تمام؟ ناخدها كده الاول كوبي واقول له هنا شو فايلز. واحط السكريبتيه هنا. تمام؟ واقول له اد براوز. ادي السكريبتيه بتاعتي. اوكي. دي بقى المفترض ان السكريبتيه دي انا عاملاها على مستوى اليوزر، يبقى المفترض تسمع بعد قد ايه او امتى؟ بعد الساين ان. لوحده فتح معايا النوت باد ولا لا؟ لو انا جيت عجبتك قوي، مالك ايه الانبهار ده؟ ممكن تخيل انت اخواتك بقى يعني يا بغدادي، صح؟ ايه؟ اعمل لهم سكريبتيه كده، ولو عندكم لاب شيرت بينكم ولا حاجه اخيلهم. المهم تاني، انا عايزه دلوقتي بقى ان انا امنع السكريبت ده ان هو يطبق. تمام؟ فهاجي هنا تحت سوفت وير ريستريكشن بوليسيز، تحت اديشنال رولز، هاجي هنا كليك يمين واقول له ايه؟ نيو هاش رول. تمام؟ براوز، وتكتب لي هنا اسم المسار ده السكريبتيه، بس لازم تشاور عليها من المسار ده، المسار الطويل ده اهي. ما انا كنت قلت له شو فايلز اصلا عشان احطها في المسار ده. تمام؟ السكريبتيه دي ابلاي. تمام؟ وهخليها طبعا الرول بتاعتي او السكيورتي ليفل بتاعي ديس اليوت. تمام؟ تعالوا بقى نتست كده. هنديله وحده ريستارت. بعد ما اعمل ريستارت كده نلوجن. غير ما خلص الجروب بولسي خالص اصلا. اللي حصل؟ فتحت معايا اصلا السكريبت؟ ما فتحتش. تمام؟ اخر شويه حاجات كده بقى بسيطه كده. الاوبجكت ده خلاص. تمام؟ اخر شويه حاجات بسيطه بقى. في عندي هنا جروب بوليسي موديلنج وجروب بوليسي ريزلت. ايه الفرق ما بينهم؟ افرض دلوقتي ان انا عندي يوزر على سبيل المثال بيشتكي من بيهافير غريب على كاس الكمبيوتر بتاعه. تمام؟ فانت عايز تعرف المشكله عنده في ايه. بالمناسبه صحيح، لو انا جيت دلوقتي على الجهاز بتاع اللي هو التندا وفتحت السي ام دي وقلت له جي بي ريزلت على اور، انا عايز اعرف ايه هي اساسا الجروب بوليسي اللي متطبق على اليوزر ده على الجهاز ده. تمام؟ قال لي مثلا مين اللي متطبق عليه؟ الديسكتوب والبيبر ريستريكتد يو اس بي. مش هم دول شويه الجروب بوليسي فعلا اللي متطبقين عليه؟ من ناحيه مين؟ اليوزر. تمام؟ من ناحيه ايه يا شباب؟ اليوزر. ها؟ واضحه كده؟ طيب دلوقتي تاني، افرض تاني يوزر بيشتكي من بيهافير غريب عنده على كاس الكمبيوتر بتاعه. تمام؟ تعمل ايه؟ هترن الويزرد ده عشان تعرف ساعتها
لو جهاز الكمبيوتر الفلاني دخل عليه عمل لوجن عليه اليوزر الفلاني انهي بوليسز اللي هتطبق عليه. يعني من الاخر وزرد كده همشي فيه وبعد كده في الاخر خالص هيديني ريبورت كده في الاخر يقول لي اليوزر ده لما يدخل على الجهاز الفلاني انهي بوليسز اللي هتطبق عليه. تمام؟ على عكس موديلنج. موديلنج ده معناه مش ان خلاص انا ده انا بقول في الموديلنج لو انا طبقت البوليسي الفلانيه على اليوزر الفلاني وهو دخل على الجهاز الفلاني انا عايز اشوف تاثير ده هيبقى ايه. يعني دي حاجه مستقبليه انما ده حاجه فعلا حصلت. تمام؟ هكليك هنا يمين واقول له جروب بوليسي ريزلت ويزرد نيكست. انا عايزه تست على سيس كمبيوتر ولا انذر كمبيوتر؟ سي مثلا سيس كمبيوتر. تمام؟ وهنا بيقول لي دونت ديسبلاي بوليسي سيتنج فور ذا سيلكتد كمبيوتر ان ذا ريزلت. يبقى معنى كده ان هو عايز يطلع لي كده ريبورت من الاخر بالنسبه لليوزر مش بالنسبه للكمبيوتر. لا انا عايزه الاثنين. نيكست. تمام؟ طيب ديسبلاي بوليسي سيتنج فور الكرنت يوزر ولا يوزر معين؟ انا هفترض ان مثلا الكرنت يوزر ان هو الادمنستريتور. دونت ديسبلاي يوزر بوليسي نفس الكلام بالظبط. نيكست. نيكست. هيجنريت دلوقتي ريبورت. قلنا تاني انا كده بتست على مين؟ الادمنستريتور لما يدخل على الجهاز اللي اسمه بي دي سي. استنى كده لو قلت له شو قول هيجيب لي كل البوليسيز اللي متطبقه على اليوزر ده وهو داخل على الجهاز ده. تمام؟ لو انا دخلت تحت جروب بوليسي موديلنج كليك يمين نفس الفكره بالظبط بس اتفقنا ان دي حاجه لسه مش حصلت. نيكست. طيب انهي دومين؟ انا مش حالتي غير دومين واحد بس دلوقتي. كانت هتبان قوي لو انا عندي بقى اديشنال بقى وسوري تشايلد بقى وتراست والكلام ده. تمام؟ طيب بروسيس سيميليشن اون ذيس دومين كنترولر. على ذيس دومين كنترولر ولا دومين كنترولر تاني؟ انا مش حالتي غير واحد دلوقتي. تمام؟ نيكست. طيب عايزه تستي على مين؟ يوزر معين لما يدخل على كمبيوتر معين. زي مثلا هقول له اليوزر اللي اسمه عبير. تمام؟ لما تدخل على كاس الكمبيوتر اللي اسمه كلاينت. تمام؟ وممكن اقول له سكيب تو ذا فاينل بيج. يعني معنى كده جنريت ريبورت دلوقتي مش بقيه الاوبشنز كلها اتست عليها هي كمان. لا انا عايزه اشوف الكل. نيكست. افرض دلوقتي سيميوليت بوليسي امبلمنتيشن فور ذا فولوينج سلو نتورك كونكشن. لو انا عندي كونكشن ما بين جهاز الكمبيوتر واليوزر اساسا او سوري اسف والدومين كنترولر بطيء. تمام؟ ممكن البرفورمانس اساسا بتاع الجروب بوليسي يفرق. طيب في حاله اللوب باك بروسيسنج، فاكرين اللوب باك بروسيسنج؟ انت عايزاه ان انت تستي في حاله اللوب باك بروسيسنج في حاله الريبليس او الميرج. تمام؟ طب دلوقتي هتستي على انهي سايت؟ المعادي مثلا. نيكست. ده دلوقتي جايب لي هنا الديستنجوش نيم بتاع اليوزر وده الديستنجوش نيم بتاع الكمبيوتر اكونت اللي هي المفترض هتلوجن عليه. نيكست. تمام؟ طب السكيورتي جروب عبير دي لما تبقى ممبر من انهي سكيورتي جروب؟ ممكن اضيف كمان سكيورتي جروب هنا اني بقول عبير لا كمان لو ممبر من الجروب اللي هو مثلا سيلز مثلا. تمام؟ طيب نيكست. اللي فاتت بالنسبه ان اليوزر يبقى تبع انهي سكيورتي جروب، انما نيكست ده بالنسبه لجهاز الكمبيوتر ذات نفسه هو ذات نفسه ممكن يبقى ممبر من سكيورتي جروب هو كمان. نيكست. لو انا عايزه اطبق دبليو ام اي فلتر، فلتر معين ليست فلتر. تمام؟ افترض ان هو يسر الفلتر معايا ان شاء الله ما جابه. تمام؟ نيكست. نفس الكلام لو انا هطبق عندي هنا ال دبليو ام اي فلتر بس على مستوى الكمبيوتر. نيكست. ده سامري عن الموضوع برضو زي ما اتفقنا في الاخر هيجنريت ايه؟ ريبورت. تمام؟ لو قلت له برضو دلوقتي شو قول تاثير اليوزر عبير لما تدخل على كاس الكمبيوتر اللي اسمه كلاينت واطبق عليها السيتنجز اللي احنا حددناها هي دي البوليسز اللي هتطبق عليها. هي دي ايه؟ البوليسز اللي هتطبق عليها. تمام؟ احنا كنا قلنا بقى الجزئيه بتاعت الجروب بوليسي السكيورتي بوليسي بتسمى على كيس كلاينت الديفولت بتاعها بعد قد ايه؟ 90 مينت ثابته بلس 30 راندوم صح؟ لو انا حبيت ان انا اغير الديفولت ده بسيط سي ان انا عايزه اطبق الكلام ده على مستوى الدومين ككل هنزل هنا تحت الكمبيوتر كونفجريشن تحت بوليسز تحت ادمنستريتيف تمبلتس. تمام؟ ولو نزلت هنا تحت
سيستم جروب بوليسي، ادي جروب بوليسي اهو تمام. هلاقي في هنا اوبشن برضو نرتبهم الفابيتيكال كده عشان الرخامه بتاعت مايكروسوفت في الحته دي تمام. هلاقي في هنا اوبشن سيت جروب بوليسي ريفرش انترفال فور كمبيوترز، احنا قلنا الديفولت كام؟ 90 صح؟ غير التايم اللي انت عايزه ماشي. الدومين دلوقتي بتاعي عليه مجموعه من الجروب بوليسيز متطبقه ولا لا؟ لو انا حبيت ان انا ارجع كل حاجه على الديفولت، كله على الديفولت، اعمل ايه؟ بسيط، هكتب الامر ده. اول حاجه هقول له دي سي جي بي او فيكس تمام. وبعد كده انا دلوقتي عايز اعمل له ريسيت على مستوى مين؟ الدومين ولا على مستوى الدومين كنترولر ولا الاثنين؟ ايه الفرق؟ احنا كنا قلنا اساسا ان انا عندي اثنين ديفولت بوليسي صح، اللي هي الديفولت دومين كنترولر بوليسي والديفولت دومين بوليسي، دي متطبقه على الجهاز بتاع الدومين كنترولر ودي متطبقه على مستوى الدومين ككل تمام. لو انا عايزه دلوقتي زي ما اتفقنا ارجع كل حاجه هنا على الديفولت، هسحب بس الملف كده عشان ما يعمليش مشاكل. تمام، هاجي انه هنا افتح الباور شيل يس تمام يس. قلنا تاني لو انت عايز ان انت تعمل الكلام ده على مستوى الدومين بس او الدومين كنترولر بس او عايز تطبقه على مستوى مين؟ الاثنين. سوري كويس ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تاني كده يس يس تمام. اي تعديل دلوقتي انا كنت عاملاه هنا على مستوى الديفولت دومين بوليسي او الديفولت دومين كنترولر بوليسي، كل حاجه المفترض دلوقتي خلاص ان هي اترستت تمام. في اي مشكله كده في الدومين كنترولر او الجروب بوليسي؟